الحقيقية والأصلية، بيحطوا شوية كزبرة متقطعة خضرة، بس أنا ما بحبهاش فاستبعدتها. اللي حابب يحطها قبل مع الفراخ، صوص الفراخ بتبقى روعة قبل ما يحط طبقة الرز. أنا هغطي عليه وهسيبه 10 دقايق كده، وهرجع أحط مية الزعفران والزعفران ومية الورد. المهم هسيبه 10 دقايق وارجع لكم. حبايب قلبي، أنا سبته كده 10 دقايق متغطي. دلوقتي هجيب الزعفران ومية الورد اللي أنا نقعاهم، وهحط كده على الأطراف. حاول بس أنزل كل الزعفران اللي جوه ده، وهغطي عليه.